قاد افترشوا التراب فراشا لهم. قادة هم سوار الخنادق في مدينة حلب. اليوم نستضيف معنا قائد المجلس العسكري الثوري في مدينة حلب سيادة العقيد عبد الجبار العقيدي. سيادة العقيد عبد الجبار العقيدي، شكرا لك على استقبالك لنا في هذه المقابلة. في البداية الحمد لله على سلامتكم ورحلتكم إلى القصير في مدينة أمس. سيادة العقيد، فقط نريد موجز قصير عن الرحلة إلى مدينة حمص وعن المعاناة وعن الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج في مدينة حمص في القصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة على الشهداء الأبرار. حقيقة هي كانت رحلة لنجد إخواننا في القصير عندما طلبوا النجدة وكانوا في وضع حرج جدا ومحاصرين، فما كان منا إلا أن لبينا نداء الواجب، نداء الدين، نداء الوطن، وقمة الحمد مع الإخوة في لواء التوحيد لهم القادة الصالح أيضا، وذهبنا إلى السلطة بأننا ذهبنا برحلة كلها مخاطر، وفي كل متر مشينا كان الموت محاط بنا في كل الجهات، ولكن والحمد لله وصلنا إلى مدينة القصير بعد عناء 11 يوم حتى وصلنا إلى القصير. مجرد وصولنا إلى القصير هو نصر كبير، أن نستطيع أن نتجاوز هذه المسافات الكبيرة ونصل إلى مدينة القصير ونخترق هذا الحصار الخانق على مدينة القصير. فكان رحلة حقيقة شاقة ولكن ممتعة جدا. أنا شخصيا هي أسعد أيام حياتي التي عشتها هي في هذه الرحلة مع الإخوة المجاهدين. أما عن أسباب ما حصل في القصير، حقيقة نحن وصلنا متأخرين، وربما هذه النجدة كان يجب أن تكون قبل شهر أو أكثر. كانت البلد شبه مدمرة، النظام وحزب يطبق على المدينة من كافة الجهات، محاصرة بأكثر من طوق من النظام والحزب والقرى الشيعية والعلويين. عدد الجرحى كان عدد كبير جدا، وهذا ما أثر على نفسية المقاتلين، وتبع نظام سياسة الأرض المحروقة، منع الغذاء والمواد الطبية وكل شيء على المدينة أيضا أثر على معنويات المقاتلين. وأخيرا اضطررنا إلى أن نكون مع الجماعة بعد أن قضينا أسبوع في مدينة القصير، أبطالنا خاضوا معارك قوية جدا وكبدوا الحزب خسائر كبيرة أيضا والنظام. أيضا أقول ولله وشهادة لله سبحانه وتعالى أمام الجميع بأن أبطال القصير وثوار القصير حقيقة صمودهم كان صمود صحابة، كان صمود لا يستطيع صموده أحد منهم، لأن كان حجم القوة النارية الكبيرة التي تلقى على القصير يوميا شيء لا يحتمل على الإطلاق، ومع ذلك كانوا صامدين. القادة، بعض القادة من القصير كانوا حقيقة مترددين وكانوا يرغبون في الانسحاب نتيجة أنه لديهم عدد جرحى كبير جدا. أنا بأم عيني وأقسم بالله بأني رأيت الدود يمشي في جراح الجرحى، جراح متعفنة فيها دود، شيء لا يعقل أبدا، حقيقة لا يحتمل. فما كان منا إلا حرصا على المدنيين، أيضا كان هناك حوالي 10,000 من المدنيين موجودين في القصير كانوا يرغبون الخروج نتيجة الضغط النفسي بأن هناك مدنيين وعدد جرحى كبير. قرر الإخوة قادة القصير من الانسحاب، فما كان منا إلا أن خضعنا لأمر الجراح. نعم سيادة العقيد، بغض النظر عن النتيجة التي أدت إلى سقوط القصير، ولكن اليوم خروجكم من القصير هو معناه أن حلب الشهباء نجدت حمص العادية، هذا ما قاله الشارع الحلبي والشارع السوري بشكل عام. اليوم بالنسبة لحمص القديمة وما يحصل في حمص القديمة، هل هناك أي تحرك كان من ذخيرة أو سلاح أو عتاد أو عناصر سيكون لدعم الأخوة في حمص القديمة؟ حقيقة هناك ولكن قليل جدا وبشكل يعني كتائب ومجموعات صغيرة ذهبت إلى هناك، لأن الوضع عندنا في حلب أيضا النظام يقوم بهجمة قوية على حلب، أخذ جرعة من المعنويات وعلى ما يبدو أخذ ضوء أخضر من روسيا
روسيا ومن أمريكا حتى نفسها وعليها الضوء الأخضر ومن إسرائيل أيضا بأن يحاول إعادة أو استعادة السيطرة على مناطق كانت بيد الثوار حتى يستطيع الذهاب إلى جنيف وهو حوزته انتصارات ومعنويات فعالية. يعني الوضع كان صعب لدينا في حلب لا نستطيع الحقيقة إلا ممكن بالذخيرة وبعض الأسلحة ولكن بالجنود الوضع عندنا صعب. بحاجة نحن إلى الدفاع عن مدينتنا عن مدينة حلب. وأنا وجهة نظري لن يتحرر سوريا إلا إذا تحررت حلب وانطلقت ثوار حلب باتجاه الجنوب. نعم سيادة العقيد حقيقة أعتقد أن هذا التصريح ملفت للنظر أن تقول أن أمريكا وإسرائيل أعطت الضوء الأخضر للجيش النظامي جيش النظام باقتحام مدينة حلب من أجل جنيف. فلذلك من أيضا هناك تصريحات لك منذ عدة أيام أن حتى الآن لم يصل أي سلاح إلى مدينة حلب مع هذه المعمعة الإعلامية الكبيرة والضجة الإعلامية عن إرسال أسلحة ووصول أسلحة إلى الآن. الشارع الحلبي وأغلب الكتائب لا تعرف هل وصلت أسلحة أم لم تصل، هل وصلت ولم توزع أم وزعت. هناك تضارب كبير ما بين هيئة الأركان والمجلس العسكري. ماذا تقولون بشأن هذا الموضوع؟ هذا شيء مؤسف أن تصدر تصريحات من مسؤولين في هيئة الأركان على مستوى عالي بأنه استلمنا السلاح وهذا الكلام غير صحيح. وبعد أسبوع من هذه التصريحات بالأمس صدرت تصريحات من نفس المصدر المسؤول في الأركان بأنه لم نستلم شيء. وأنا كنت في لقاء صحفي مع رئيس هيئة الأركان وأمامه قلت بأننا لم نستلم شيء وربما رئيس هيئة الأركان وعد بالأسلحة فصرح بأنه استلم ليؤثر يرفع معنويات المقاتلين ويؤثر على النظام. حقيقة لم نستلم أي شيء ولا أظن أننا سنستلم شيء لأن هذه الدول هي ليست مع الشعب السوري وليس لديها رغبة حقيقية في مساعدة الشعب السوري وهي حليفة استراتيجية لهذا النظام المجنون. نعم سيادة العقيد في الحقيقة عندما بدأت التصريحات عن وصول أسلحة ووصول أسلحة نوعية كالكونكورس ومالوكا وعدة صواريخ مضادة للدروع بالفعل قوات النظام أخمدت تحركاتها نهائية وأصبحت جامدة حتى أنها أصبحت في موقع الدفاع بعد عدة عمليات مثل القادسية وإعصار الشمال في مدينة حلب. برأيك هذه التصريحات اليوم عن عدم وصول الأسلحة هل ستؤثر سلبيا على المجاهدين وإيجابيا على قوات النظام؟ لا لن تؤثر سلبيا على المقاتلين لأنه بالأساس نحن خرجنا وقلنا ما أن غيرك يا الله. مقاتلين لا يعتمدون على الأمريكان ولا يعتمدون على الدول ولا على المجتمع الدولي. أنت تعلم عندما قالونا حرروا الريف بالكامل كان لديهم فقط البنادق الآلية وعندما حوصرت على دام وأنت كنت فيها لمدة شهرين ولم يكن لدى المقاتلين سوى البنادق الآلية وبعض القوادف الأرمجية لم يستطع النظام أن يدخلها على العكس تماما. الثوار هم من هاجموا هذا النظام وحواجز النظام ودمروها بالكامل في رمضان الماضي فهذا لا يؤثر على العكس. نحن دائما نكون صريحين وصادقين مع المقاتلين لا نعيشهم في الأوهام وفي شيء لم يكون ولن يكون. شعبنا يعرف وقواتنا تعرف وثوارنا يعرفون ويعلمون بأن أمريكا هي ليست معنا ولن تكن في يوم من الأيام معنا ولن تكون معنا. سيادة العقيد بالنسبة لمؤتمر جنيف المجلس العسكري وحضرتكم هل لكم موقف من هذا المؤتمر؟ هذا أولا. وما هي شروطكم لهذا المؤتمر إن كان فعلا سيحصل لحل سياسي أو أي حل آخر؟ نحن قلنا للسياسيين نحن لا نسمح لأي سياسي أن يذهب إلى مؤتمر جنيف إلا في شروط ثلاثة. أولا أن يتنحى بشار الأسد مع كافة أركان نظامه عن الحكم. ثانيا أن يقدم كافة القادة العسكريين والأمنيين الذين أعطوا أوامر بقتل الشعب السوري إلى المحاكمات العادلة. ثالثا إطلاق كافة سراح المعتقلين من رجال ونساء. عندها يمكن للسياسيين أن يذهبوا إلى مؤتمر جنيف. غير ذلك كل من يذهب إلى مؤتمر جنيف سيحاسب.
نعم من قبل الشعب. أي بدون هذه الشروط هنا على الأرض لن يكون هناك أي اعتراف بهذا المؤتمر وهذه الاتفاقية. أبدا لن يكون هناك اعتراف، ومن سيذهب إلى جنيف سيحاسب من قبل الشعب. نعم. سيادة العقيد، وأي اتفاق يعقده أو أي كلام يقوله لا معنى له. سيادة العقيد، لنكن قليلا أيضا في الريف الشمالي، هناك قوية كبيرة جدا في الريف الشمالي تقريبا، هي دعنا أقول أنها العقدة الكبيرة لمدينة حلب عسكريا. اليوم الريف الغربي توحد في فرقتين عسكريتين، الريف الشمالي إلى الآن برأيك هل سيكون هناك خطوات مماثلة في الريف الشمالي كالألوية الكبيرة التي نعرفها في حلب لتشكيل فرقة كبيرة على مستوى سوريا على مستوى الجيش السوري الحر مع المجلس العسكري وكتائب المجلس العسكري؟ نعم نعمل جاهدين، والآن أكثر الألوية وافقت على هذا الكلام، نعمل على توحيد كافة الألوية في حلب وليس في الريف الشمالي فقط، كافة الألوية في حلب نعمل على توحيدها إن شاء الله ضمن فرق وضمن مؤسسة عسكرية منتظمة. نعم سيادة العقيد، بالنسبة للتوحد صراحة عندما يكون توحد الألوية تحت اسم ما وتبقى هذه الألوية فالجميع يقول أن التوحد سيكون فاشل. نحن والشارع الحلبي بشكل عام يريد توحد، أن تحل الألوية بشكل كامل وتندمج تحت اسم معين. هذا ما أقصد به، هل هناك خطوات لهذا الموضوع؟ وليس أنا أقول أن عدة ألوية تكون تحت اسم واحد، لأن هذه التجربة كانت من قبل مع المجلس العسكري ومع عدة تجارب أخرى. اليوم هل هناك خطوات لحل هذه الألوية واندماجها ضمن جسم واحد في مدينة حلب؟ وضعت إيدك على الجرح، الحقيقة الموضوع معقد. طالما مصدر الدعم لم يوحد ولا أحد يرغب في توحيد هذا المصدر من الداعمين، الموضوع صعب جدا. فنحن نعمل على أقل ما يمكن هو جمع هذه الألوية وبقاء اسم هذه الألوية مبدئيا تحت اسم الفرقة المشكلة، لأن الداعمين كل لواء لديه داعم وكل كتيبة لديها داعم، وبكل أسف هذا ما يشتتنا ويفرقنا. وهناك أجندات من دول داعمة أيضا تدعم ألوية بعينها. نعم أنت تكلمت عن صواريخ الكونكورس، هي دخلت صواريخ الكونكورس ودخلت صواريخ كرب، ولكن دخلت من دول إلى ألوية بعينها من الدولة الفلانية إلى هذا اللواء، يسلمه على الحدود شخصيا دون أن تمر على المؤسسة العسكرية، لا مجالس عسكرية ولا هيئة أركان. وبالتالي هذا يزيدنا التشتت ويزيدنا فرقة، وهذا ما يخلق أجندات حقيقة سيئة جدا لا نقبل نحن بها، ولكن هي مفروضة فرض تعطى إلى دولة من الدول تأتي إلى الحدود وتسلم لواء معين، وربما هذا اللواء لا يكون له وجود. هناك بعض الدول أعطت لألوية موجودة خارج حلب، أعطتها للدفاع عن حلب وهي ليس لديها أي مقاتل في مدينة حلب، لا أريد ذكر أسماء أبدا، لا الدول ولا الألوية، أعطت لألوية للمقاتل في حلب وليس لديها أي مقاتل في مدينة حلب. هذا بكل أسف موضوع معقد، عندما يتوحد مصدر الدعم المادي والسلاح هذا تصبح التوحد شيء سهل جدا. الكل يرغب في التوحد، كل الألوية ترغب في التوحد، وكل الناس والثوار ترغب في التوحد، ولكن إذا لم يتوحد المصدر مصدر الدعم هذا الموضوع صعب. ولكن نعمل على هذه الألوية جمعها ضمن فرق معينة وتشكيل غرف العمليات. نحن لدينا غرف عمليات هي الأساس غرفة العمليات، فليبقى كل لواء لديه دعمه، ولكن المنظر في العمليات وتنسيق العمليات القتالية. نعم سيادة العقيد، في الحقيقة استبقتني في موضوع دخول الأسلحة إلى بعض الألوية إلى الجبهات، مما أعلن البعض أنه يملك السلاح الصاروخي. بالفعل هناك ألوية اليوم لديها صواريخ من دول معينة إلى الجبهات، لكن برأيك أنت أليس ذلك معناه أن دول العالم لا تريد أن تتوحد الألوية تحت المؤسسة العسكرية؟ طبيعي، هذا الكلام نحن نعرفه، هم ساعدون على تشكيل الأركان وفي اليوم التالي فشلوا الأركان. نحن مجالس عسكرية موجودين منظمين يتبع لنا كافة الألوية وكافة الكتائب، ولكن يحاولون تفشيلنا بإدخال السلاح والذخيرة والمساعدات المادية إلى الألوية مباشرة،
إلى بعض المباشرة دون المرور إلى المجالس العسكرية. أقول شيء، هناك بعض الألوية تعمل على الأرض حقيقة وهي مخلصة وجاهدة وتستلم هذا السلاح إلى حد ما هذا يخفف أن هذه الألوية تعمل وتستعمل هذا السلاح ضد هذا النظام. ولكن هناك ألوية تستلم هذا السلاح وهذه الذخيرة ليس لها وجود على الأرض إلا في الإعلام. تصور سيارات بأنها ذاهبة إلى حلب، تصور سيارات بأنها ذاهبة إلى القصير وهي لم تذهب إلى مكان، هي وقادتها سيئين ولا يستعملون هذا السلاح، ربما يخبئون هذا السلاح إلى ما بعد سقوط النظام بكل أسف. نعم سيادة العقيد، هل هناك ألوية إلى الآن لم تتبع لمجلس العسكري الثوري في مدينة حلب؟ حقيقة الألوية، ألوية الجيش الحر حوالي 90% منهم تابعين للمجلس العسكري. نعم، والباقي الألوية؟ هناك بعض الكتائب المتفرقة التي تعمل بمفردها لا تنتمي إلى أحد. إلى الآن يوجد هناك بعض الكتائب والألوية لم تنضم؟ نعم، يوجد بعض الكتائب والألوية تعمل بمفردها لا تنضم إلى المؤسسة العسكرية. نعم، سيادة العقيد، اليوم لدينا معركة صدر قصير ومعركة القادسية، وأيضا أطلقت معركة أعصار الشمال وأوقفت أيضا. هل اليوم المجلس العسكري وهيئة الأركان يعتمدون على هذا الموضوع كما قلت غرف العمليات ما بين الألوية ودعم غرفة العمليات؟ نعم، نحن نعتمد على غرف العمليات بشكل غرف عمليات ونعتمد على غرف العمليات ونتابع غرف العمليات، ولم نعد نتعامل مع المجموعات الصغيرة والكتائب الصغيرة، لا نتعامل إلا مع غرف العمليات في الجبهة ونعول عليها، لأن فيها حقيقة مقاتلين أو ثوار وضباط ميدانيين وعلى مستوى عالي من الكفاءة. سيادة العقيد، اليوم في مدينة حلب بكل صراحة وشفافية الجميع يقول أن المحاسبة أصبحت للصغير قبل الكبير. ما هو الحل برأيك لهذا الموضوع بالتحديد؟ متى يستطيع المحاسب القائد قبل العنصر، القائد قبل الأهالي؟ في نستطيع أن نقول هنا قائد كتيبة اجتمعت عدة ألوية على أن فقط توقفه ولم تستطع صراحة. دعنا أقول اليوم الشارع الحلبي أقول لك بكل صراحة مستاء جدا من هذا الموضوع بالتحديد، تجاوزات كبيرة على جميع الجبهات، سرقات في كافة المناطق دون استثناء. ما هو الحل برأيك؟ هل الأهالي يطالبون بحل سريع لوقف هذه التجاوزات ولمحاسبة من يقوم بهذه التجاوزات وبشكل مستمر؟ يعني هذا الكلام موجود حقيقة، ولكن للأسف نحن الآن ليس لدينا الوقت الكافي لمحاسبة هؤلاء المجرمين، هؤلاء الذين اندسوا ضمن الجيش الحر. نحن لدينا الآن معلومات حقيقة لجهاز استخبارات الجيش الحر، يأتينا بمعلومات، هناك كتائب كاملة هي مصانع النظام باسم الجيش الحر. حقيقة يوجد محاسبة، ولكن هذه المحاسبة قليلة، وكما ذكرت ربما هناك قائد كتيبة أو قائد دواء لا تستطيع أن نحاسبه لأنه سيء وفاسد، ولكن هو يستلم جبهات قوية جدا في منهم حقيقة من بعض هؤلاء القادة. نحن لدينا عليهم ملاحظات كثيرة، ولكن يمسك جبهة كبيرة جدا ويسد ثغرة كبيرة جدا ويقاتل النظام بشراسة، هذا حسابه مؤجل. ولكن عندما قال هذا اللواء أو قال هذه الكتيبة يصل إلى مرحلة سيئة جدا يتم إلقاء القبض عليه، محمود المجدمي قائد اللواء ونائبه أيضا أبو طالب، وتم إعدامهم. الوضع ليس بهذا السوء، ولكن على ما يبدو الناس هناك بعض من يحاول الإساءة والتشهير بالجيش الحر وأظهار فقط عيوب الجيش الحر. هناك الجيش الحر له مساوئ وله إيجابيات وسيئات، لماذا نركز فقط على السلبيات؟ وهؤلاء الذين يطرحون هذه المواضيع، أنا أقولها بصراحة، هم من مؤيدين النظام، ممن هم ليسوا مع الثورة ولا يرغبوا بهذه الثورة، وضد كان أيضا دخول الجيش الحر إلى مدينة حلب. أقول لهم كفوا ألسنتكم عن الجيش الحر، لا يساعدون الجيش الحر لا بالمال ولا بالسلاح، وأولادهم لا ينتمون إلى الجيش الحر، ونحن ندافع عنهم وندافع عن عرضهم وندافع عن مدينتنا، وأيضا هم يلسعون بألسنتهم. كفوا عن ألسنتكم، هناك تجاوزات من الجيش الحر
ولكن هناك تجاوزات من الجيش النظامي في مناطق النظام أكثر بملايين المرات، يسرقونهم وينهبونهم ويأخذون بيوتهم وينتكون حرماتهم ويغصبون بناتهم أمامهم، ولا يتكلمون عن الجيش النظامي بأي شيء، ولا يتكلمون عن المخابرات السورية بأي شيء، بينما نحن لأننا نسمح أن يسبنا المواطن ويتكلم علينا وينتقدنا وليس لدينا أي مشكلة بهذا الموضوع، فليعبر عن رأيه. ولكن ضمن نطاق النصيحة، ضمن إطار النصائح وليس ضمن إطار التشهير، حقيقة هؤلاء هم من المؤيدين للنظام الذين يحاولون التشهير بالجيش. سيادة العقيد، بالنسبة فقط أريد أن أعود عن الموضوع المسائل المحاسبة، قلت أن هناك قادة لديهم فقط الأمور تصل إلى حد معين ومن ثم لا 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 يستطيع السكوت عنها. هل أنتم لديكم آلية للعمل ضد أي قائد لواء أو أي ضد قائد كتيبة وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق؟ هل هناك آلية لهذا الموضوع؟ طبعا هناك آلية، هناك شرطة عسكرية وهناك شرطة عسكرية ثورية وهناك الهيئة الشرعية أيضا مع تحفظنا على بعض تصرفات عناصر من هذه الهيئة، وليست الهيئة كمؤسسة تستطيع أن تحضر أي قائد لواء أو قائد كتيبة. نعم سيادة العقيد، في النهاية فقط موقفكم ما بين كما قلت ما بين الهيئة الشرعية ومجلس القضاء الموحد، صراحة من تدعمون في هذا الخلاف الذي طال كثيرا وبدأ يتشتت حتى للمحاكمة، بدأت الناس تتشتت بين هنا وهناك، هل هناك آلية للعمل أيضا في توحيد هاتين الجهتين أم أنتم تدعمون جهة معينة عن أخرى؟ لا، نحن لا ندعم جهة على حساب الأخرى، نحن نعمل جاهدين منذ فترة على توحيد هاتين الجهتين في جهة قضائية واحدة، لجهة قضائية شرعية واحدة لمدينة حلب تشمل كافة المحاكم الشرعية والشرعية الصغيرة، وأيضا بين هاتين الكتلتين الكبيرتين ودمجهم في هيئة شرعية قضائية واحدة لكل مدينة حلب. نعم سيادة العقيد، هناك البعض أيضا يقول عن موضوع الجيش الحر والأنوية أنها بدأت تتدخل في جميع ميادين الحياة، هل هناك أيضا خطة لوضع مؤسسة دعنا نقول حكومية صغيرة في مدينة حلب تدير الأمور السياسية والاجتماعية والخدمية بمعزل عن المجلس العسكري والأنوية والجيش الحر، لكي يكون هناك اليوم حكم مدني ولو كان بشكل مبسط ومستقر في مدينة حلب؟ هذا السؤال تستطيع أن تسأله إلى مجلس المحافظة، هل المجلس العسكري تدخل في عمل المدني وتدخل في عمل مجلس المحافظة؟ على الإطلاق ضربتنا معهم علاقة جيدة وندعم هذا المجلس، مجلس المحافظة، بكل ما نستطيع ولا نتدخل في الأمور المدنية على الإطلاق. نعم إلى الآن كما قلت لي المجلس العسكري لا يتدخل في مجلس المحافظة أبدا وتعطونهم وتدعمونهم على العمل داخل مدينة حلب، إذا لماذا هذا الضعف الكبير؟ أنا لا أقول الآن رأي الشارع، أنا أقول رأي شخصي ورأي الغالبية، لماذا هذا الضعف الكبير في عمل مجلس المحافظة صراحة سيادة العقيد؟ هناك ضعف كبير اليوم، بدأ هناك أصوات تتذمر أيضا من هذا العمل، إلى الآن لم البعض لم يشاهد إلا بيانات صراحة. هذا السؤال تسأله لمجلس المحافظة، ولكن أنا أقول أيضا هو ضعف الإمكانيات والوعود التي يوعدون بها وهي وعود كاذبة من دعم وغيره، كما نوعد نحن بالسلاح والذخيرة وهي وعود كاذبة، أظن ذلك. يعني بالعامية المجلسين في الهوسة ومثلين. يعني كله في وعود بس ما في أي، أنت لا تستطيع أن تعمد أن يكون لديك دعم مادي. ماذا يستطيع أن يفعل مجلس المحافظة إذا لم يكن لديه ما يعطي رواتب للموظفين الذين عملوا؟ أو يكون له آليات عمل أو معدات لتنظيف الشوارع للتدخل بالأفران وبإدارة الحياة المدنية، هذا يحتاج إلى دعم مادي، وأظن أن هذا المجلس فقير. نعم سيادة العقيد، اطمئنان على جبهات الريف الشمالي بالتحديد والريف الغربي، نريد فقط منكم أن تطمنوا الشارع كيف الأوضاع اليوم في جبهة جبل معارة وأيضا في جبهة
الراشدين والجبهات الساخنة التي تعود عليها مدينة حلب كثيرا. نحن يوميا في جميع الجبهات اطمن اهلنا في حلب بان جبهات حلب مرابط عليها ابطال ابطال شاوس حقيقه وان شاء الله هي بخير. نعم. رساله اخيره الى المجاهدين والمقاتلين والى اهالي مدينه حلب الشهداء. رسالتي الدائمه الى المجاهدين دائما بالاخلاص لله سبحانه وتعالى وتقوى الله والثبات والتوحد والصلاة والمعاملة الحسنة لأهلنا في مدينة حلب والأخلاقيين. أما لأهل حلب فأقول صبرا أهلنا في حلب فأننا منتصرون إن شاء الله، ولكن النصر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى المؤازرة من الجميع، فلا تلج علينا كثيرا وكونوا معنا، كونوا معنا. أقل ما يمكن أقول لهؤلاء المؤيدين أو الذين بين بين كفوا ألسنتكم عن الجيش الحر. نعم. فليكن النقد نقد بناء ولكن دون تشهير. أشكرك سيادة العقيد عبد الجبار العقيدي رئيس المجلس العسكري الثوري في مدينة حلب، كنت معنا. طبعا من أهم تصريحات سيادة العقيد أن اليوم دول العالم هي التي تحاول أن لا يتوحد جميع الأنوية في مدينة حلب تحت المظلة العسكرية والمؤسسة العسكرية. أيضا ليس هناك أي أسلحة وصلت إلى المجلس العسكري ولا هيئة الأركان ولا المؤسسة العسكرية في 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 خصوص ما قيل عن وصول أسلحة نوعية إلى ما ذلك. طبعا أكد عن وصول بعض الأسلحة من دول معينة إلى ألوية على الجبهات دون مرورها في المجلس العسكري وأيضا مرورها في هيئة الأركان في مدينة حلب. طمأن أهالي مدينة حلب عن الأوضاع بشكل عام على الجبهات. كنا معكم من المجلس العسكري في مدينة حلب من مكتب سيادة العقيد عبد الجبار العقيدي.